بينا وعوده نجمنا الجميل بيومي فؤاد. وعايزين نعرف منك بقى الاكله رقم واحد بالنسبه لك في رمضان، سواء فطار او سحور، ما ينفعش يكون قعده سفره من غير الطبق ده بالتحديد، او الصينيه دي، او البرام ده، زي بقى بتيجي معاك. شوف، هو تقريبا كل الاكلات ممكن ناكلها على مدار السنه الا حاجتين انا لو مش موجودين ممكن اعمل مشكله. ايه بقى؟ انا عمري ما اكلت قطايف الا في رمضان. بطبيعه الحال صحيح، فما ينفعش يوم يعدي من رمضان ما اكلش قطايف. ما يصحش، مظبوط. والقطايف هي اللي متخناني يعني، بقعد 30 يوم اكل قطايف. بمعدل كام واحده يعني في اليوم يعني؟ لا لا، انا لو حلوه ممكن ادوس في كيلو. العصافير الصغيره بتاعت زمان برضو من حاجات برضو اللي شويه اختفت للاسف دلوقتي الوضع خلص. لا موجود، وكنافه بالنوتيلا موجوده. لا انا ما عنديش بقى، انا ضد التطور في الاكل. وانا معاك برضو والله، نفس الفكره. الكنافه اللي ربنا خلقها طبعا بتاعت امي الله يرحمها دي، والقطايف اللي ربنا خلقها. صحيح كان على يعني كنا ممكن نعملها مره بزداني، مره بزبيب وجوز هند، ربنا فارقها ما بنبعدش قوي يعني، مره ما اعرفش الكلام ده وبتاع. لكن دلوقتي انا ما عنديش مانع انها تبقى باي حاجه، بس تبقى الحشو بتاعها اللي هو يعني اقرب لبتاع زمان. في بندق، في جوز هند، في زبيب، في الكلام دوت، ماشي. لكن تقول لي بالجبنه ماليش فيه، بالنوتيلا ماليش فيها، الحاجات دي ماليش فيها خالص يعني. الحاجه الثانيه الطرش البلدي. الطرش البلدي طبعا، البلدي ده بقى ده كينج السفره، كينج السفره. الاثنين دول ما ينفعش يوم في رمضان يعدوا بكذا. تمام، احنا بناكل فول طول السنه، وانا بحب اكل فول في السحور. هو اللي بيصمت زي ما بيتقال يعني. تمام، بس انا بقالي سنه من السنه اللي فاتت وناوي اعمل كده السنه دي باذن الله، افطر براحتي، اخد راحتي في الفطار وفي السحور، لاني ما بجوعش في الفطار، انا بعطش بس. باكل زبادي لايت. لا، زبادي النهارده مش هياكل معانا. احنا عاملين سحور ايه النهارده؟ لا ده موضوع احنا مكلفين جامد يا انتوا عاملين سحور.